قبل ما ابدا في اي حاجه يا شباب، نخش في الانترو. طيب يا شباب، رجعنا بعد الانترو. هو اخيرا انا رجعت لجو التصوير. انا بقالي كتير ما صورتش، تمام؟ بقالي قرن ما صورتش، تمام؟ قرن ما صورتش. فاول حاجه حابب اعتذر على التاخير، لان كان عندي امتحانات وكان لازم اخلصها. فانتوا عارفين يعني انه لازم ابتعد عن الانترنت الفتره دي بالذات بتاعت الامتحانات، واحاول اركز اكتر عشان اقدر اجيب درجات نهائيه وكده. فكنت مختفي 3 اسابيع دول تقريبا، مش متاكد، لاني كنت بذاكر لان كان عندي امتحانات. ف حابب اعتذر عن تاخيري. وبالنسبه للناس كتير اللي بتقول لي ما احنا يا محمد عايزين نكلمك على موقع تواصل تانية، هو انت ما عندكش حسابات تانية غير فيسبوك؟ ممكن تعرفنا؟ فدلوقتي يا شباب، انا حساب الفيسبوك خلاص، انسوا ان انا عندي حساب فيسبوك. دلوقتي هسيب لكم رابط تحت في الديسكريبشن او السناب شات، مش عارف احط رابط بس هكتب لكم اسم السناب شات تحت بتاعي في الديسكريبشن، وهحط لكم رابط لصفحة الانستجرام بتاعتي. خشوا تابعوني عليها واعملوا لي فولو. فدي اول حاجة للناس اللي بتسأل عن حسابات التانية في مواقع التواصل الاجتماعي. تاني حاجة، موعد تنزيل فيديوهات وكده. انا فجت عليا فترة ان انا بقيت بنزل في اي وقت وخلاص، او مش هكذب عليكم، انا القناة كلها كده بنزل في اي وقت وخلاص. بس حاليا اخيرا قدرت احدد موعد، مش عارف هيكون مناسب عند البعض ولا لا، اكتبوا لي تحت في الديسكريبشن. بس انا حددت الموعد اللي انا اقدر اكون قادر عليه، تمام؟ موعد نزول الحلقات هيكون يوم الخميس الساعة 12 بالليل بتوقيت الامارات. عارف ان وقت متأخر شوية، بس عادي اليوم اللي بعده تقدر تشوف الفيديو وتعمل لايك زي ما انت هتعمل لايك دلوقتي على الفيديو ده. وبرضو حابب اشكركم على 200 مشترك، شكرا لكم من القلب بجد. واحنا دلوقتي قربنا على 300 مشترك، فقريب باذن الله على حفلة 1000 مشترك هتكون في مفاجأة كبيرة جدا 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 ليها علاقة بمصير القناة وليكم انتوا كمان. شكرا لكم يا تايجرز، مش عارف اشكركم ازاي والله. واللي بيسأل ليه النور عندك هنا عمال زي يطفي ويعيد، ده يا جماعة والله في لمبة مش عارف مشكلتها ايه. حبت ما تشتغلش الا في الوقت اللي اصور فيه، مش عارف اللمبة دي عندها مشكلة شخصية معايا، بس انا هتفاهم معاها بعد الحلقة. ده كانت شوية مجموعة اخبار كنت حابب اقولها لكم، وبرضو عشان اعرفكم انا مختفي ليه. شكرا على المشاهدة يا شباب. مش هحدد لكم عدد معين من اللايكات الحلقة دي، وصلوا الفيديو ده لعدد اللايكات اللي انتوا تقدروا عليه، بس اهم حاجة تعملوا سبسكرايب وتسيبوا كومنت تحت عشان اطلعه في الفيديو الجاي. وشكرا لكم من القلب يا شباب. Goodbye.